وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، بعد التحية، جولة رئيس مجلس الوزراء شملت العديد من الرسائل، من بينها أن جهود التنمية في سيناء لم ولن يوقفها أي شيء، بما في ذلك موجة الإرهاب التي تعرضت لها سيناء. كيف تقرأ هذه الرسائل؟ الحقيقة كانت جولة معالي دولة رئيس الوزراء جولة مهمة لإثبات بعض من الرسائل وتوجيهها لكل المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. وكانت الحقيقة النهاردة كان الجميع يقف على قلب رجل واحد، وشفنا الوقت المرافق لسيادته ما بين المعارضين وبين المؤيدين للحكومة المصرية، شفناهم النهاردة وشفنا الجميع متفق على هذا الرأي. وشفنا النهاردة من ضمن هذه الرسائل أو أولى هذه الرسائل أنه لا مساس بأمن مصر القومي، بالإضافة الجميع يدعم فلسطين بشكل يحقق للمدنيين سبل، يعني الحد الأدنى لما يتطلب له ذلك. وبالإضافة إن النهاردة جهود إعمار وتنمية سيناء لن توقف ولن مستكملة ومستمرة، وشفنا العقود اللي مضت قدرت الدولة المصرية أن تقضي تماما على الإرهاب اللي كان موجود، وقدرت أن تحقق تنمية. سيناء بتساوي 5% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، ما كان يوجد عليه الشعب المصري عبر عقود مضت هو إجمالي 5%، فأعتقد النهاردة 5% تضاف لرئة جديدة ومناطق صناعية جديدة. وشفنا حجم الإنشاءات وحجم البنية التحتية اللي اتوجد النهاردة علشان يتم نقل نهر النيل أو مياه نهر النيل إلى سيناء لأول مرة عبر الصحراء اللي موجودة أسفل قناة السويس. وشفنا المناطق الاقتصادية المحيطة والمتخمة لمحور قناة السويس، وشفنا المدن الجديدة اللي تم إنشائها في سيناء، وشفنا النهاردة المناطق الزراعية أو المساحات الزراعية اللي موجودة. أعتقد أن الدولة عازمة أن تكون سيناء رئة جديدة لصالح الدولة المصرية، رئة جديدة لمزيد من استقبال مزيد من التقتلات السكانية اللي موجودة في بعض المحافظات، مجمعات صناعية، مجمعات سكانية، تعليق جامعات جديدة يتم احداثها وتحديثها داخل سيناء. كل ده بنشوفه على ارض الواقع، وبنشوف التنميه الحقيقيه من مطارات ومن موانئ بتتم انشائها في سيناء. اعتقد ان يبقى ده بيدلل ان الدوله عازمه على احداث فعلا طفره واضافه جديده لصالح سيناء من خلال ما يتم على ارض الواقع. والرسائل اللي النهارده معالي دوله رئيس الوزراء يعبر عنها كانت التماسك الداخلي، وان لمساس بدعم قضيه فلسطين وحل الدولتين. هي اساس المشكله ايه؟ هو عدم وجود دوله فلسطين وعدم حل المشكله الفلسطينيه عبر عقود مضت. ان الاوان ان يجتمع العالم اجمع على حل هذه المشكله التي تؤرق العالم اجمع. فإذا لم يتم حل الدولتين أو دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للمواثيق والمعاهدات التي تمت في هذا الشأن، وكان للدولة المصرية دور بارز في ذلك، فأعتقد أن ستظل الوضع ملتهب إلى أن يتم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال دولتهم المنشودة. نعم أستاذ خالد، بالعودة إلى ملف التنمية في شمال سيناء، التنمية تنوعت أو تباينت ما بين الاجتماعية والخدمية والاستثمارية أيضا، ما يؤكد أنها تهدف لتكوين مجتمعات متكاملة. كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة لأول مرة يعني اللي بنشوفه بناء على توجيهات السيد الرئيس من على أرض الواقع، بنشوف أن المجتمعات النهاردة بيبقى المجتمع متكامل. يعني إيه مجتمع متكامل؟ لو أنا بنشئ مجتمع زراعي يبقى بنشئ له وحدات سكنيه مناسبه، بنشئ له يعني مستشفيات، بنشئ له دور تعليم، بنشئ له مدارس، بنشئ له كل ما يجعل الحياه في هذا المجتمع مجتمع مثالي. واعتقد ان ده ما تقوم به الدوله المصريه والقياده السياسيه من خلال برنامج حياه كريمه اللي بنشوفه النهارده بيعيد تاهيل
كل المشروعات القومية وإعادة مرة ثانية علشان تكون المشروعات متكاملة. أنا بنشر النهاردة مجتمع زراعي، مش مجتمع زراعي فقط، لا بالعكس، بشوف لو عندي مجتمع صناعي ممكن ألحقه بيه، يبقى مجتمع يعمل قيمة مضافة لما يتم إنتاجه زراعيا، يبقى عندي الخدمات المطلوبة لهذا المجتمع أن تكون متوفرة من تعليم وكهرباء وخلافة وكل ما يستلزم التواجد والمعيشة، الحياة كريمة بتبقى موجودة على أرض الواقع في كل المجتمعات سواء زراعيا أو صناعيا، أو ليحقق العدالة الاجتماعية ويحقق مزيد من الوضع والمستوى المعيشي الأفضل لكل من ينتقل للعيش في داخل سيناء، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة داخل سيناء. نعم أستاذ خالد، كانت رسالة مهمة من رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي حين أكد أنه يحمل توجيها رئاسيا بأن ينفذ مشروعات سيناء أهالي سيناء أنفسهم، وأن أيضا توفر الحكومة التمويل لهم في ذلك، كيف ترى ذلك؟ الحقيقة هذه الرسالة بتبعث الطمأنينة لأهالي سيناء، كل ما يستلزم من تمويلات أو من دراسات أو معدات أو آليات يحتاجها أهالي سيناء للبدء في المشروعات على الدولة بتقوم بتوفيرها. وأعتقد دي رسالة السيد معالي دولة رئيس الوزراء السيد رئيس الجمهورية لتلبية احتياجاتهم في كل مناحي ما يشاءون من مشروعات ومن أنشطة ومن توطين لصناعات داخل سيناء، واعتقد ان ده الكل شاهد ذلك وشعر بتحقيق في هذا الامل الذي راودهم عقود ولم تتحقق لهم هذه الامنيات الا من خلال التواجد رئيس دولة الوزراء بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية. حسنا أستاذ خالد، رئيس الوزراء أيضا كان تحدث عن إعادة تسكين أهالي سيناء في مناطق عمرانية حضرية تليق بهوية وأيضا طبيعة المواطن هناك، كيف ترى مردود ذلك على الأهالي هناك؟ لو شفنا أن هم الأماكن اللي كانوا بيسكن فيها أهالي سيناء بنلاقي أن هي مساكن يعني بدائية، ما فيش فيها كثير من الخدمات مش متوفرة، و يعني ما فيش مجمعات سكانيه بالقرب من تجمعاتهم سواء الزراعيه او الانتاج الحيواني او الانتاج السمكي او اي منتجات هم بينتجوها، ما فيش في هذا التكامل وما فيش في هذا التواجد. النهارده علشان اقدر انقل ذلك ل يعني مجمعات سكانيه جديده تليق بطبيعه أهل سيناء وتتماشى ويكون متوافر فيها كل الخدمات يعني التي يجب أن تكون، أعتقد أن ده يعني بيشعر به المواطن السيناوي وبيشعر بمدى الاهتمام الرئاسي به وبمدى يعني حرص الدولة المصرية ممثل في القيادة السياسية في توفير مساكن تليق بالمواطن السيناوي في هذه المرحلة الهامة والحساسة. حسنا، يعني دعني أتطرق معك أيضا إلى أنه تحدث رئيس الوزراء عن صعوبة أن تمضي مصر قدما في التنمية وأيضا أن تسير في خطى نحو القضاء على الإرهاب، كان هذا من أهم التحديات التي واجهتها الدولة في العشر سنوات الماضية، كيف ترى يعني صعوبة ذلك وما واجهته الدولة من تحدي؟ الحقيقة كل المشاهد وكل المنصف والحكيم يؤكد ويدلل على ما تفضلت عليه وذكرتيه، لأن الحقيقة عشان أن أنا أحدث تنمية ولما عندي إرهاب موجود داخل سيناء، سيناء الواسعة، سيناء المنتشر فيها بؤر إرهابية لا ترغب في تحقيق وتعمل بتوجيهات سياسات دول أخرى، لا ترغب في تحقيق تنمية، لا ترغب في تحقيق تحديث للبنية التحتية، ولا ترغب في ليه، لأن البنية التحتية أو تحديث البنية التحتية أو تنمية سيناء من شأنه إعمار سيناء، من شأنه استغلال الثروات الطبيعية في سيناء، من شأنه إنشاء مجمعات صناعية جديدة، من شأنه عندي مجتمعات سكانية جديدة يعني تضاف إلى سيناء، من شأنه إن أنا
بعمل رئه جديده لصالح الدوله المصريه. كل ده العالم او الغير راغبين في احداث تنميه كان بيستغل العناصر الارهابيه المتطرفه لان تعيق التنميه الحقيقيه على ارض سيناء. فكون ان الدوله قدرت ان هي تتجاوز هذه العناصر الارهابيه وتقضي عليها تماما، فاعتقد ان ده بعث الطمانينه والراحه لاهالي سيناء الكرام، وبعث الطمانينه لكل الوافدين الى سيناء ان يتواجدوا هيشعروا بالامن والامان الذي يجب ان يكون متواجدا على ارض سيناء لمزيد من التعمير ومزيد من التنميه ومزيد من المشروعات ومزيد من استغلال للفرص الاستثماريه الهائله اللي موجوده داخل سيناء في كل شتى المجالات، اللي اعتقد انها تبقى اضافه لصالح الاقتصاد المصري والاضافه لصالح الناتج الاجمالي والاضافه لصالح زياده الرقعه التي يكون عليها الشعب المصري. نعم، حسنا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.